اليوم كذلك مناسبة أغتنمها لتجديد تعازينا لعائلة ضحايا الفيضانات التي عرفتها بلادنا مؤخراً، ونتمنى الشفاء العاجل للأشخاص المصابين. ودخلت الحكومة ومختلف السلطات بشكل مستعجل للتخفيف من حدة الخسائر وإعادة الحياة، وفي نفس الوقت أطلقنا تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية برنامجاً لتأهيل هذه المناطق بميزانية إجمالية كتفوق 2.5 مليار ديال الدرهم، تشمل إعادة تأهيل المناطق المتضررة وفيها مساعدات مباشرة يعني للسكان اللي كتخص 80,000 درهم للمساكن المتضررة جزئياً و 140,000 درهم للمساكن المتضررة كلياً.